وني صغير عليك عبر الليفي الرياضيه. اليوم الاهلي الليبي غار الاهلي القاهري وفاز عليه في مصر، ان شاء الله المجموعات وان شاء الله البطولات تقدر الاهلاويه ان شاء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على تحت هذه الفرصه. والله اليوم يعني بصراحه اني سعداء والحمد لله، يعني اسعدنا يعني جماهيرنا في ليبيا كلها، يعني هذا كله من فضل ربي يعني الحمد لله، ومن المجهود نتاع الرياضيين اللي بدوه اليوم مجهود يعني طيب، ويشكروا عليه بصراحه الرياضيين، ونهدوا طبعا الانتصار التاريخي هذا للشهداء اللي سقطوا على ارض ليبيا كلها، ونتمنوا جميع التوفيق، ونتمنوا الهدوء، ونتمنوا النيه البيضاء للشعب الليبي، ونتمنوا الهدوء للبنغازي واهل بنغازي ان شاء الله. نشكركم والله. والصغير انت روح الفريق، انت دائما تحفز في الشباب ودائما تعطي فيهم معنويات. اليوم بالفعل الشباب اثبتوا انهم ابطال وانهم شرفوا البلاد وشرفوا كل اهلاوي في ليبيا. الحمد لله يا رب العالمين. والله نشكرهم صراحه ان الرياضيين اليوم ادوا الاداء الزيد اللي كنا نتمنوه يعني من زمان يعني عرفت، لكن الحمد لله يعني الساعه هذه ساعه بركه، واللي قدموا فيها واللي انتصروا على الفريق الاهلي المصري، فريق الاهلي المصري من السهل يعني بطل افريقيا عليه مرتين وحامل كاس السوبر، ويعني فزنا عليه مباراتين ذهابا وايابا، هذا انجاز يعني يشكروا عليه الرياضيين بصراحه، ويشكر عليه الطاقم الفني يعني جميع الطاقم الفني والطاقم الاداري كل يعني مجهودات يعني مجهودات يعني صح يعني عرف قدموها، وكما تقول يعني قدموا وضحوا يعني من اجل الرياضه، والحمد لله يعني وبارك الله فيك. تسلم السلام.